يا حضرة المحامي، دبر موضوع الجلسة اليوم. أنا وجنول ما رح نروح على الجلسة، الوكالة معك تصرف. لازم تساوي كل شيء وبتنهي هالقضية للمساء. ما بعرف شيء. الأصوات قريبة كتير، رح أروح وشوف. لا حدا يطلع لبرا. ميران اتصل بميران. يلا حسن احمو الباب وخلي كل الرجال يطلع وسطها بسرعة لشوف. اهدي يا بنتي. أخي بترجاك اتصل بميران، أنا خايفة. عم بتصل، اهدي لا تخافي، ما حدا يوقف هون. يلا فوتوا لجوا يا جماعة، ميران أغا تعرض لهجوم. ميران سمو يا رجال. ميران بيت بالسيارة؟ بعدو هيك. فرات ميران بالسيارة؟ هو عايش؟ ستي فرات جاوبني.